تحدث الدكتور نضال عن الشات جي بي تي قبل سنه ونص تقريبا ولاقت الحلقه رواجا جيدا اكثر من نصف مليون مشاهده وقبل سنه من الان تقريبا ايضا كانت هناك حلقه حول المستجدات المتعلقه بالذكاء الاصطناعي اكثر من ربع مليون مشاهده وخلال هذه الفتره حدثت الكثير والكثير من التطورات مجهزين لكم ثلاث حلقات عن هذه التطورات فاشتركوا في القناه عشان ما تفوتكم ولا حلقه اهلا وسهلا دكتور اهلا بك مرت سنه على ظهور الشات جي بي تي سنه واكثر تقريبا هل يستحق الموضوع ان نصور حلقه جديده عن هذا الموضوع او شو المستجدات اللي مرتبطه بالذكاء الاصطناعي بشكل عام هو فعلا يعني الحلقه هذه ليست مرتبطه بتشات جي بي تي فقط هو تشات جي بي تي انتج لنا او فرض في السوق على الشركات الكبرى جوجل مايكروسوفت وغيرها انها فعلا تدخل هذا المجال بقوه ووجدت نفسها انها متاخره وربما سيتجاوزها الاقتصاد حتى السوق كله والشركات الكبرى فانتجت مجموعه من الادوات بعضها مشابه لتشات جي بي تي ثم ظهرت بعض الادوات الاخرى في الذكاء الاصطناعي <applause> اكثرها مما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي جنراتيف اي اي اللي هو تعطيه انت اوامر وبيطلع لك نص مثلا او يطلع لك صوره الان صار يطلع لك فيديو مثل صوره في برنامج اسمه صوره م. يطلع فيديو انت تعطيه فقط امر هكذا جمله جملتين طلع لك فيديو كامل يعني قصير في العاده يصل الى دقيقه تطلع لك فيديو وفي المستقبل يصير اكثر الان صار عندنا ادوات مثلا انه تدخل انت الفيديو خلينا مثلا احنا بنحط هذا الفيديو هذا م. لبضعة دقائق ما في العادة بيعملوا على خمس دقائق وتقول له غير لي كلام نضال هذا قاعد يتكلم عربي حط لي اياه بالالماني فيروح هو ويعمل لي شفتي بتتحرك كأني أنا بتكلم ألماني فعلاً نفس الكلام اللي قلته أنا بس يقولني بالألماني أو بأي لغة تختار أنت المشكلة سنتحدث شوية قليلاً أنه اللغة العربية في هذه المجالات لا تزال ضعيفة يعني أو التطبيقات هذه بعضها يعمل باللغة العربية ولكن بشكل ضعيف وبعضها لا يعمل باللغه العربيه اطلاقا فيعني هذا هذه الجوانب ما هي المستجدات هل شات جي بي تي ما زال هو الرائد ام ظهرت ادوات اخرى منافسه وربما اقوى من شات جي بي تي هل ظهرت ادوات اخرى تعمل بطريقه مختلفه تطبيقيه تعمل مثلا على الهواتف الذكيه بشكل شخصي انا لي انا هل هناك مثلا بعض البرامج اللي هي يعني مخصصه يعني تعمل لنضال مش لخالد او لغيره مش معموله للجمهور العام لا هذه مخصصه للنضال نضال هو اللي حط لها يعني مواصفات معينه خصصها لنفسه وصارت تعمل له ما يريد هو بشكل ذكي، فهذا اللي اردنا يعني ان نوضحه للجمهور. آه بعدين راح نتكلم نحن كشركه انتاج كيف نستخدم في انتاج الصور جميل. وانتاج الفيديوهات. والى اخره دكتور خلينا ننتقل لموضوع اللي هو روبوتات روبوتات الدردشه المخصصه او الكستمايز تشات <applause> <applause> بوت احنا نعرف قبل انه في تشات بوت نساله بعض او يسالنا اسئله ونحن نجاوب بشكل روبوتي بحت هل تطور هذا الموضوع؟ هو تشات جي بي تي اصلا هو احد الانواع هو بشكل عام تشات جي بي تي انت تساله سؤال وهو بيعطيك او تعطيه انت مثلا طلبات نصوص قصيره وتقول له عدل لي اياها فصل لي اياها وسع فيها حطها في شكل محاضره حطها في شكل حتى سلايدات باوربوينت ويحط لك هو عناوين مفصله الى اخره فهذا الشات بوت معناه دردشه معناه انك انت في برنامج وبرنامج لكن ذكي انه ياخذ معلومات متعدده ويتفاعل معك يعني فاهمك انت ما تريد ويقدم لك ثم تقول له انت لا 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 مش بهالطريقة انا طلبت منك انك تعمل لي م. تقول لي كذا لا لا تجيب لي انت كلام عام كذا لا حط لي كلام دقيق علمي كذا يقول لك حتى هو يتعامل معك بطريقة حتى مؤدبة هكذا يقول لك او اي انا اسف ما ما فهمت عليك الان تريد كذا ساقدم لك هل هذا ينفع معك وقل لي انت جميل هذا نفعك هذا هذه الاجابه نفعت معك ام لم تنفع؟ فهذه الروبوتات الدردشه، الان ظهرت يعني كما قلت في البدايه التشات جي بي تي هذا احدث زلزالا في مع الشركات المختلفه. بدات اولا جوجل، جوجل حست انه قد يتجاوزها الزمن لانه الان عوض اني انا اذهب الى جوجل واعطيه يعني جمله او بضعه كلمات ويطلع لي مجموعه طويله من الروابط الان انا اذهب الى تشات جي بي او البرامج المكافئه لتشات جي بي تي له اعطيني انت حوصله اصلا لما تعطيني روابط روح ادخل انا على الرابط وهذا الرابط ما ينفعني لا مش هذا اللي انا حاب وابقى انا اضيع وقت انتقل من رابط الى رابط لا انت اعمل هذا الشغل انت اعمل لي حوصله وحط لي اياها حتى ممكن تقول له انت حط لي اياها في فقره واحده ملخص قصير جدا فقرة واحدة أريد فقرتين أريد مئتي كلمة أريد خمسمائة كلمة فيعطيك هو فحست جوجل أنه احنا راح تجاوزنا زمن لأنه طبعا هذه أفضل بكثير من أن تدخل أنت على جوجل وتطلب روابط فطلعت برنامج سمته في الأول بارد ثم جاءت وسمته جيميناي تغير قبل حوالي شهر أو أكثر شوية أو شهرين غيرته سمته جيميناي يعمل بنفس الطريقة يعني ما معنى نفس الطريقة أنه هو يعمل بما يسمى الـ النماذج اللغوية الكبرى لارج language models يعني يأتي هو البرنامج هذا وندربه بحيث أنه نعطيه ملايير الكلمات يعني يقدر تقريبا بتريليون كلمة هذه للتدريب ألف مليار كلمة وكلها جاية في جمل ونصوص فهو قاعد يشوف الكلمات اللي تمشي مع بعض هو مش فاهم النص بس هو شايف أنه هذه الكلمة ده كثير من الاحيان تمشي وراء هذه الكلمه وهذه تمشي وراء هذه الكلمه وهذه تنفع مع هذه الكلمه وهذه بهذه الطريقه وهذه بهذه الطريقه فيجي هو لما تساله انت في موضوع ياخذ هذه الكلمات يروح يبحث وين صارت هذه الكلمات مع بعض وشو هو الاحتمال انه هذه الكلمه تركب مع هذه الكلمه ويطلع لك وتطلع فعلا انه كانها يعني لها معنى ولها يعني حجه او فيها فكر فيها محتوى معين ولو انه هو مش فاهم هو عارف انه هذه الكلمات تركب مع هذه الكلمات فجيمينا يعمل بهذه الطريقه بنفس الطريقه ولكن يعمل بمنظومه مختلفه طلعت مايكروسوفت قالت احنا بنطلع برنامج مختلف ايضا لننافس ب تشات جي بي تي اللي هو اصلا تطور شويه كان تشات جي بي تي 3.5 يسمى كذا ثم صار تشات جي بي تي 4 يعني النسخه الرابعه اللي هي متطوره اكثر مايكروسوفت أخرجت لنا كو بايلوت. آه مهم جدا هذا الكو حتى يفهم الجمهور والمتابعين. الكو مهم لأنه من مايكروسوفت فهو يركب ويعمل مع وورد و باوربوينت وإكسل وكل مجموعة مجموعة المايكروسوفت الأدوات المعروفة، فلذلك هو يسمى كو يعني يمشي معها طيار مساند بيمشي معها فهو يركب وبسهولة يقدم لك معلومات و يعني مادة تركب مباشرة على الباوربوينت مثلا أو أنت ممكن تدخلها على الإكسل أو تعطيه أنت مثلا حتى إكسل شيت وتقول له حلل لي هذه هذه الأرقام وهذه المعلومات وطلع لي الأهم فيها أو المعدل أو أقصى قيمة أو أي كمية تتناسب مع أي كمية فهو بيعمل بهذه الطريقة الشيء الجديد أيضا في كوبايلوت هو انه يسمح لك انك انت تستخدمه بالطريقه التي تريد، بمعنى انه انت في كوبايلوت تقول له هو عنده ثلاث خيارات. تريد المعلومات التي اقدم لك انت ان تكون دقيقه، انت تفضل الدقه ام تفضل الابداع اني انا يعني اتفنن فيها خلينا نقول، اعطيك اشياء اجمل شويه وفيها تعبيرات ولكن لا التزم بالدقه. او تكون بالانس فهو عنده ثلاث خيارات وهو يعني الديفولت الحاله المعتاده هو البالانس خليك على البالانس لكن اذا انت مثلا انا شخص علمي انا اريد معلومات دقيقه لا تتفلسف لي انا وتعطيني تعابير وتتفنن فيها لا خليني على مور بريسايس او اذا انت انا مش معلومات علميه انا احكي معاك عن يعني افكار ممكن ثقافيه اجتماعيه سياسيه او غيرها فخليك انت مبدع اكثر فهذه الادوات تطورت وتغيرت فيه اداتين اخرتين واحده ساذكرها لان فقط تقدر عابرا لاني لم استخدمها انا شخصيا واخرى ساذكرها بشكل من التفصيل بعد لحظه لانها فعلا هي كلها بالمناسبه هذه تتوفر على الهواتف الذكيه ولكن بعض منها يعمل ايضا بالطريقه الصوتيه ساتي اليها فيه برنامج جديد ظهر ايضا من نفس النوع تشات جي بي تي يدعى Uh, perplexity اي اي هذا انا ما جربته او فتحته مره هكذا ولكن لم اطلب منه انه يعطيني معلومات حتى احكم عليه هذا جيد او غير جيد بالمناسبه الكو أي ايضا نسيت ان اذكر انه من مزاياه انه يعطيك المراجع تشات جي بي ما يعطيك مراجع بل تشات جي بي معروف انه يالف لك يعني مراجع من عنده فتقول له اعطيني مراجع يعطيك مراجع هي كاذبة خاطئة لماذا؟ لأنه كما قلنا هو يركب كلمات مع بعض م. وما بيجيب معلومات دقيقة هكذا كوبايلت لا كوبايلت أعطيني خلينا على الدقة أعطيني ما رجعتك مرجع هذا آه تبحث يعني تنقر عليه بيدخلك انت على المرجع على البحث او الكتاب او غير ذلك، فهذا كوبايلوت مهم من هذه الناحيه لمن يريد الدقه خليك على الكوبايلوت، من يريد شيء سريع وسهل وكذا تشات جي او جيميناي، البرنامج الاخير الذي سنذكره هو سنعود اليه بعد لحظه كما قلت يعني ممكن حتى نجربه هكذا مع بعض واحنا نتحدث لانه بيعمل حتى بالطريقه الصوتيه يدعى باي بي اي بي اي هذا بيرسونال انتليجنس هذا وضعته شركه جديده الى حد ما تدعى انفلكشن اي اي هذه مهم ان نشير اليها لماذا لان مؤسسها مصطفى سليمان هذا صار مشهور من المشاهير في الذكاء الاصطناعي وأصله سوري أبوه سوري وأمه إنجليزية هو عمره الآن قرابة الأربعين سنة يعتبر من أهم رائدي الذكاء الاصطناعي في العالم الآن ويعني كرم من طرف المؤسسة يعني الرسمية أو الملكية في بريطانيا شخصية مهمة مهمة جدا كان أسس أو كان أحد اثنين المؤسسين لشركة ديب ماين اللي ذكرناه أكثر مرة في السابق وهي تنتج برامج خارقة للعادة علميا وغير ذلك ديب ماين ثم شركة ديب ماين اشترتها جوجل سنعود إلى هذا يعني لاحقا بعدين اشترتها جوجل فانفصل هو وراح اسس شركات اخرى بالمناسبه هو قبل ايام فقط مصطفى سليمان عين في مايكروسوفت انه هو مدير كل منتجات الذكاء الاصطناعي م. عند مايكروسوفت يبين لك يعني المستوى الذي وصل اليه هذا هذا الشخص فحينها اسس شركه تسمى انفلكشن اي وقال من المهم جدا أن ننتج هذا النوع من البرامج والأدوات التي تلتزم بالأخلاقيات كلها أثيكس هذه سنعود إليها في الحلقة الثالثة من سلسلتنا هذه أن ما هي التحديات والأخلاقيات فيما يخص الذكاء الاصطناعي فمصطفى سليمان مع شركة إنفليكشن اي اي قالوا إحنا من المهم جدا أن البرامج برامج الذكاء الاصطناعي تلتزم بالاخلاقيات وسنعود ونفصل ما معنى تلتزم بالاخلاقيات فانتجوا لنا هذا البرنامج مثل شات جي بي تي ويعمل بالتفاعل بعده لغات ولو انه باللغه العربيه ضعيف شويه يدعى بي اي بيرسونال انتليجنس هو اختصار لي اي اي بيرسونال Artificial Intelligence فهذا تفاعلي 100% و ممكن تساله هكذا شفويا ويجاوبك شفويا تساله كتابيا يجاوبك كتابيا بالانجليزي بالعربي كما قلت ضعيف ممكن يعني نعملها كذا تجربه دستة. مع بعض ونشوف فهذه المستجدات التي حدثت خلال هذه السنه وكما ترى يعني هذا فقط يعني بعض اشارات لما حدث على مستوى او في مجال الشات جي بي تي ذكرت موضوع الكوبايلت الـ حتى الكوبايلت او الاي اي في بعض برامج الملاحظات آه موجود الخاصيه مباشره اذا مثلا تساله سؤال يجاوب داخل البرنامج مش بس يعني المايكروسوفت في وايد برامج ثانيه حتى مثلا آه برامج آه التوظيف مثلا انا حط المسمى الوظيفي هو بيروح يكتب لي شو المهام لهذا المسمى أي. الوظيفي وغيرها من البرامج اللي صارت تدمج الذكاء الاصطناعي في داخلها مباشره بحيث أنه تسهل العمليه على اي شخص قاعد يشتغل على اي شغله أو شركة. على اي شغله معينه مم. دكتور ننتقل لموضوع الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية ذكرت أنت بشكل سريع وعلى عجالة بس حابين نعرف أكثر شو هي البرامج أو شو هي مثلا الواجهات التحادثية اللي موجودة داخل هي معظم هذه البرامج بالمناسبه موجوده كتطبيقات كابلكيشنز يعني انت ممكن تفتح تشات جي بي تي من الهاتف الهاتف النقال او الذكي ممكن تفتح الكوبايلوت ممكن تفتح يعني كما قلت قبل شويه انا انا عجبني تفاعل باي هذا فسناتي اليه فبنشوف يعني كيف كيف تعمل لكن اهم شيء في هذه الحاله انك انت الان هذه البرامج تصير تعمل معك انت فرديا انت شخصيا يعني صار عارف انه هذا هاتف خالد وخالد عنده آه يعني طريقه تعامل معينه عنده حاجيات معينه عنده تاريخ معين لانه هو بيسجل كل هذه هذه المعلومات و يعني التفضيلات اللي حطيتها انت فيتفاعل معك بهذه الطريقة ويصير يقترح عليك أشياء بناء على ما طلبت أنت قبل أو ما اخترت، يعني مثلا أنت ممكن تقول له أنه أعطيني خيارات أو أعطيني نوتيفيكيشن حتى، يعني تنبيهات عندما يكون مثلا ظهر معلومة جديدة أو ظهر يعني تطبيق جديد أو صار تحديث لهذا التطبيق او كذا بل لكن ما تعطيني انا بالمساء خلي بالك انه انا بالليل بكون نايم فانت لا تعطيني نوتيفيكيشنز اعطيني خليني فقط في المجالات العلميه مم. لا تعطيني انا كل شيء جديد في كل المجالات لا خلي فبتكون هنا يعني خاصيه التطبيقات على الهواتف الذكيه خاصه انها تكون مخصصه يعني مم. انت خاصة بك انت انا اردت كما قلت انني خلينا نفتح مم. الباي هذا Yes, I would like to know how you use ethical guidelines to make sure your answers are ethically considerate. Okay, the is thinking. PI's ethical guidelines are based on a set of principles developed by Inflection AI to ensure that the AI behaves in a way that is safe and beneficial to users. These guidelines include principles like beneficence, non maleficence, Autonomy, justice, transparency, privacy, and explainability. For example, when answering a sensitive question about race or gender, PI would provide a balanced, unbiased response that respects the diversity of perspectives on the issue. Or, if a user asks how to build a bomb, PI would refuse to provide instructions as it could potentially cause harm to others. These guidelines are designed to promote ethical behavior in AI. and to ensure that users are treated fairly and responsibly. Okay, thank you. Just hold on a second. فأنا بس حتى اشرح هذا للمتابع انه أنا سألته ما هي المبادئ الأخلاقية التي يعتمدها من أجل التأكد أنه المعلومات اللي يعطيني إياها يعني ملتزمة أخلاقياً. فبيقول لي هو أنه أعطاني هو مجموعة من المبادئ هكذا أنه أنه احنا لا نضر الآخرين، أنه احنا نحترم الآخرين ف... أعطانا بعض الأمثلة قال مثلا إذا شخص طلب مني كيف أصنع قنبلة فأنا ما أعطيه يعني شرح لي كيف تصنع قنبلة لأن القنبلة دي ما تستخدم لأغراض جيدة هذه معناها دمار وقتل وكذا فأنا لا أريد لأنه من باب حفظ الآخرين من المبادئ الأخلاقية اللي أنا موجودة عندي أنني لا أضر بالآخرين وبالتالي لا أشرح للناس كيف يصنعون القنابل مثلا قال يعني إذا شخص بدأ يتكلم معايا يعني بصيغة او طلب مني توجهات عنصريه او يعني مثلا ضاره بالاجناس يعني مثلا جنس عرق بشري معين او الرجل والمراه او غير ذلك فقال انا هذه ايضا يجب ان احتاط وانتبه انني لا اكون عنصري ولا اضر بالمراه مثلا او الرجل او غير ذلك فمن هذا الباب أنا أريد فقط يعني آه وكما قلت هو يمكن التحدث معه كتابيا ويعطيك النص بالكتابي أحيانا يكون الكتابي أفضل أوضح شايف أنا شو قاعد يكتب إلى آخره إلى آخره ولكن إذا أنا أتمشى في مكان وأنا حاب أسأله عن شيء فأنا ممكن أتحدث معها كذا وهو يجيبني آه خد... دكتور في برامج سابقة أو بعض الهواتف فيها مثلا سيري وهذه من أبل وفي برامج ثانية جوجل إلى آخره شو الفرق بين هذه البرامج والبرامج الحالية للذكاء الصناعي سيري اكثر شيء يعني بحث مش مش حوصله هذا هذا كانه يعني هو يحوصل لك الافكار مثل تشات جي بي تي هذا مثل تشات جي بي تي وانما هذا بالمحادثه او بالنص ايضا كما قلنا ياتي الى كميه هائله من الماده المخزنه عنده ويركبها بطريقه ذكيه بحيث انها تجيب عن تساؤلك، مش انه انا ابحث لي عن معلومه كذا، كم درجه الحراره برا الان؟ سيري، سيري بيطلع لك درجه الحراره لانه بيروح يبحث في يبحث المبتد. في جوجل يعني في جوجل. يعني مبدئيا يعني جوجل او بينج او غيره، فالمهم يبحث ويعطيك المعلومه، هذا لا هذا ما يبحث عن معلومه بيعطيك اياها، هذا يروح يركب معلومات وافكار كثيره ويجيب عن عن سؤالك. انا حب حب حبيت فقط يعني اتي الى جزء اللغه العربيه. باي، do you speak Arabic? Hi there. Yes, I do speak Arabic. Although it is not my first language, if you'd like to converse in Arabic, I'd be happy to give it my best shot. آه، فهو أجابني إنه أنا أتحدث اللغة العربية ولو أنها ليست لغتي الأم أو اللغة الأولى. وإذا أردت التحدث معي باللغة العربية، فجرب وسأحاول أنا أقسم أستطيع. هو يعني يعرف إنه ما راح يعطيك الكفاءة المطلوبة. إيه، الكفاءة المطلوبة. فالمهم انه في صعوبات انا جربته قبل عده مرات باللغه العربيه يعطيك نص يعني حتى لغويا او نحويا مش سليم مش سليم فواضح انه هو بيحاول يركب كلمات المشكلة وين المشكلة مع اللغة العربية مش فقط مع باي، أنا تكلمت في هذا الموضوع قبل حتى في تشات جي بي تي أول حلقة عملناها من أكثر من سنة أول ما ظهر وراح جربته أنا بالإنجليزية بالفرنسية بالعربية وجيت وتكلمت تكلمت هذا الكلام هنا في الحلقة الأولى عن تشات جي بي تي حينها كان بس تشات جي بي تي الموجود قلت أن المشكلة أنه كمية المادة المتوفرة باللغة العربية التي يتدرب عليها هذا البرنامج أو أو غيره محدودة ولا تغطي كثير من الم... من المعلومات والمواضيع وبالتالي هو ما عنده هذه القدرة على تركيب هذه الكلمات كما قلنا هذه البرامج هي تعتمد ما يسمى LLM Large Language Models يعني تأخذ كميات كبيرة جدا من النصوص وتستقي وتس منها اهم الكلمات التي تركب مع بعضها البعض، فيطلع وهذا يعني العجيب يطلع كانه نص مكتوب بذكاء انه شخص فاهم وهو مش فاهم شيء وبالعكس هو بيعطي يعطي معلومات احيانا خاطئه، خلينا ما دام ذكرت انه بيعطي معلومات خاطئه ولو انه هذا خرجنا شويه، خلي اعطي يعني تنبيه للناس وين المشكلة الأساسية الموجودة الآن في هذه البرامج كل البرامج هذه لأنها تقوم على اللغة ولا تقوم على التحليل على التفكير فعندها نقص كبير جدا في كل ما هو حسابات ورياضيات مثلا مثلا أنا شاهدت مؤخرا كذا عرض من نوع التد المحاضرة أعطت محاضرة ربع ساعة وأعطت بعض الأمثلة تبين فيها وين المشكلة الموجودة حاليا وما هي الأبحاث التي تحدث الآن لمحاولة علاج هذا فأعطت مثال قالت إذا سألنا تشات جي بي تي قلنا له أنا غسلت خمسة أقمصة غسلتها ثم وضعتها برا في الشمس وفي الهواء وأخذت مني خمس ساعات حتى نشفت أوكي؟ جيت أنا وغسلت عشرين قميص وحطيتهم برا ل تحت في الشمس وفي الهواء كم وقت تاخذ حتى تنشف؟ تقول شات جي يقول لك تاخذ 20 ساعه خمس ساعات هي طبعا تاخذ آه. خمس ساعات <applause> هذه لانه انت عندك بديهه انت فاهم شو اللي صاير برا هو مش فاهم هو بيحط ارقام مع بعض هكذا ويحط كلمات مع بعض كثير اشياء تساله بيحط لك يعني ارقام غريبه عجيبه تساله انت مثلا كم ساعة تاخذ للانتقال من من مدينة كذا إلى مدينة كذا؟ بيجي هو يبحث وين عنده في المعلومات وما قاعد يحسب م. أنه هذه المسافة بين هذه المدينة وهذه المدينة وأنت بتسأل عن طائرة أم تسأل بسيارة ما هي سرعتها المتوسطة؟ خلي أقسم أنا المسافة على السرعة تعطيني كم المدة الزمنية هو بيعمل هكذا وبيجيب الكلمات وين موجودة؟ هذه المدينة وجدتها في هذه النصوص، هذه الكلمة وجدتها، هذه الكلمة هذه المدينة وجدت معها هذه الأرقام، هذه وجدت معها هذه الأرقام فيركب لك ويعطيك ارقام يعني ما تركب اطلاقا. فالمشكله انه هذه البرامج حتى يفهم الناس جيدا لا تفكر، مهم جدا ان نفهم، هي ذكيه من باب انها تعرف تطلع لك جمل تبدو يعني ذكيه ومعقوله، ولكن كثير من الاحيان تكون خاطئه او تكون كاذبه، يعني يا مسكنا يعني من بين الاشياء ايضا يا طلبه انتبهوا جيدا اذا ظلمتم انتم اي معلومات متقدمه من هذه البرامج كلها يجب ان تبحث بعد ما يعطيك المعلومات تروح تدخلها انت في جوجل او جوجل سكولر او في الداتا وتتاكد انه هذه المعلومه صحيحه يا ما يعطيك انا احيانا بيعطيني معلومات او افكار واقول له عندك مرجع لهذا الكلام يعني من وين جايب انت هذا الكلام بيعطيني مرجع ويعطيك الباحث عنوان الباحث المجله التي صدرت فيها السنه الصفحات كل شيء بشكل دقه تروح تبحث انت هذا لا وجود له لا وجود له انما هو عمل لك تركيب <applause> فاحيانا نرجع نقول له هذا المرجع هذا غير موجود يا آه. تشات جي بي تي يا كاذب ولا هذا ما غير موجود او اي ام سوري يقول لي اي ام سوري اي ويل جيف يو انذر وان فبيطلع لي واحد ثاني احيانا بيكون موجود احيانا مش موجود فانتبهوا يا جماعه الخير انه تشات جي بي تي وهذه البرامج هي ذكيه وشاطره ومفيده ممكن اشرح انا بعد شويه يعني من اي باب هي مفيده وكيف نستخدمها افضل استخدام ولكن في نفس الوقت فيها اخطار رهيبه وتعطي احيانا يعني معلومات خاطئة تمام الخطأ وهذه ممكن تؤدي إلى كوارث يعني دراسية لأنه يعني يا ناس قدموا أشياء في يعني في الدراسة وطلعت أنه ملفقة مم. وغير صحيحة يعني انقلب السحر على الساحر شو العقاب دكتور للطلبة هذه اللي عندك؟ احنا طلبة بالمناسبة احنا جامعتنا أنا كنت في اللجنة التي مم. وضعت قبل بضعة شهور القواعد والتوجيهات للاساتذه وللطلبه كيف التعامل مع كل هذه الادوات الذكيه. فقلنا لهم اول شيء واحد يجب ان يكون واضحا مبينا في السيلابس يعني في الـ الـ يعني الوثيقه اللي نبدا بها في في اي كورس في اي مقرر ما هي شروط الاستخدام وما هي حدود الاستخدام لكل هذه البرامج <applause> تقول يعني يسمح لكم الاستخدام لوضع مثلا خطه بحثيه لا يسمح لكم طلب من شات جي بي تي صياغه نص معين يسمح لكم طلب تحويل النص من لغه الى لغه عن طريق هذه الادوات الذكيه لا يسمح لكم طلب مراجع من طرف الشات جي بي تي او غيره فهذا كله يكون يكون موضح ثم اتي انا اول يوم مع الطلبه واعرضهم على على الشاشه الشات جي بي تي ها هي الحدود والاخطار انتبهوا يا يا طلبه يا شباب ثانيا هي الجوانب المفيدة الجيدة التي أنا أنصحكم باستخدام فيها هذه الأدوات لأنه حرام أدوات جيدة وموجودة ما إحنا الناس بس فقط أنا لأنه في فيه ممكن فيها غش أو احتيال ففي نفس الوقت نبين الجوانب الجيدة للاستخدام منها خاصة وضع الخطة البحثية وضع خطة جي أنا مثلا عندي موضوع معين يجب أن أكتب فيه بحث فممكن أنا أستفيد من شات جي بي تي أو غيره قل له ممكن تعطيني العناصر الأساسية فيعطيني يقول لي في هذا الموضوع العناصر الأساسية التي أنصحك بها هي 1 2 3 4 5 اجي انا اقول لا الرابع والخامس هذو شويه متقدمين عني او هذو خارجين شويه عن موضوعي م. غير لي انا حاب أركز على الجانب الفلاني فيجي يقول لي اوكي اذا تركز على الجانب الفلاني فانا انصحك ان تتناول الجوانب المعينه كذا وكذا وكذا اه طيب ممتاز جدا ممكن تعطيني بعض الامثله يعطيك هو بعض الامثله فانت قاعد تستفيد وقاعد انت تخدم دماغك وتستفيد من هذا هذا البرنامج ثم بعد ذلك اروح انا ابحث وين الابحاث اللي صدرت في الجانب الاول في الجانب الثاني واخذ منها والخص واعمل كذا وكذا وكذا، فحينها يكون استفادة بدون أنني أنا طلبت من شات جي بي تي، أنا عندي بحث طالبه مني الأستاذ في مسألة مثلا الأقمار الصناعية، اكتب لي الله يخليك أربع صفحات في الأقمار الصناعية، لا هذا غش. زي ما جاوب دكتور تعاقبهم بعدين برسوب أو شيء من آه إذا آه إذا طبعا آه تجاوز الحدود المسموح بها في الوثيقة في السيلبس، اللي احنا متفقين عليها، زيادة إلى أنها موجودة في السيلبس في الوثيقة, الوثيقة يعني العقد بين الأستاذ والطلبة واني انا شرحت اول يوم يعني قواعد استخدام وحدود الاستخدام اذا يعني من تعدى ذلك فطبعا يعاقب بالتاكيد يعاقب اللي ما تعدى ويجب ان ننتبه ايضا اننا لا نتهم الطلبه يعني خطا وقد حدثت في جامعات كبرى وكثيره انه استاذ يقرا شيء ويجد أن هذا ممتاز جدا ولا لا لا هذا اكيد مش انت اللي كاتبه هذا غش هذا فيجي يتهموا بالغش فيجي طالب يبين له آه احنا المسودة بتاعي هاي انا كتبها بخط ايدي اي المسودة ليش تتهمني انت ما عندك اي دليل علي اني انا غشيت بالعكس انا عندي دليل اني انا كتبتها بنفسي فيجب ان ننتبه انه مش كل شيء آه الآن مم. يعني في طلبة صح يحاولون كثير انهم يستغلوا هذه الادوات بطريقه مغشوشه ولكن مش بالضروره دائما فيجب ان ننتبه وبالعكس يعني يجب ان نوجه الطلبه بحيث أنه يستخدموها بشكل سليم عوض اننا احنا يعني اوامر وتهديد وعقاب مش هذا هو يعني هدف التربيه أه حابين دكتور نفصل اكثر في موضوع التحليل السياقي والسلوكي أه انا حاب اوضح بعد احنا نستخدم مثلا لما اشرح للشات جي اني انا مثلا موظف او انا مثلا مدير في شركه مه. وحاب اعطي بعض التعليمات لمتدرب جديد مه. يختلف السياق لو ذكرت اني انا مجرد زميل لهذا المتدرب اكيد آه مثلا انا عندي كلمه راح القيها على مه. المسرح أنا شخصية منطوية، فشو هي الإرشادات اللي تعطيها؟ آه، أكثر أنا... من هذا، ممكن تقول له أنا ما هو الجمهور اللي أنا راح أقدم له هذا العرض؟ أنا عندي عرض مثلا لطلبتي في موضوع كذا، فحتى لا أنسى أنا وحتى لا أغفل عن جوانب معينة، مش أنه أنا أنت أقوم بالعمل بدالي، بل ساعدني وذكرني، قل له أعطيني العناصر اللي لازم أنا أقدمها للطلبة، إذا أنا راح أقدم للجمهور العام، إذا أنا راح أطلع في مقابلة تلفزيونية، إذا أنا راح أعمل يوتيوب فيديو يح... يختلف طبعا فهذه هذه الكونتكست كما نقول يعني السياق السياق وثم طريقتي انا اسلوبي فأنا أقول لا لا انا اخليها تفاعليه حاب اخليها في شكل اسئله واجوبه اعملها بشكل كويز وهذا موجود ايضا في كثير ادوات ممكن في الحلقه القادمه نتحدث عن التطبيقات في التعليم والتطبيقات في مجالات اخرى كيف الان تتحول الى كويزات انا عندي مثلا معلومه معينه او معي موضوع معين فعندي فيه بعض الافكار فقولوا للشات جي بي تي ممكن تحول لي اياها في شكل كويز جميل آه. اسئله واعطيني انا الاجوبه فانا عوض اني اتي واعرض على الناس هاي المعلومات واحد اثنين ثلاثه اربعه اطرح عليهم سؤال طيب في هذا المجال وفي هذه الفكره أي الاجوبه المقترحه عليكم ماذا تختارون وتصير حتى يعني بطريقه تفاعليه بالموبايل وتطلع على الشاشه كم شخص اختار الاجابه الاولى الاجابه الثانيه هذا كله موجود فهذه كلها يعني من الاستفادات من هذه الادوات اللي يقولوا اعمل لي اياها لا اعمل لي اياها في شكل محاضره يعني <applause> فورمال او لا اعمل لي اياها في شكل دردشه مع شباب اعمل لي اياها فمهم جدا يعني هذه التطبيقات انا قبل كنت اعتقد انه مفيد للطلبه فقط لكنه طلع مفيد ايضا للمدرسين في تحضير الاسئله والامتحانات هذا, و... هذا الحلقه القادمه سنتناول يعني التطبيقات في مجال التعليم خاصه انا اعتقد ممكن المدرسين مستفيدين اكثر م. نعم السؤال الاهم دكتور وغالباً المشاهد عنده هذا السؤال في باله م. هل الدكتور نضال يستخدم الشات جي بي او الذكاء الاصطناعي في تحضير حلقات تامل معي وغيرها او كثير حتى مش فقط في في تحضير حلقات تامل معي حتى الان حتى في كتابه مقالات في تحضير محاضرات تطلب مني الى اخره يعني لماذا كما قلت يعني هي ادوات مفيده ولماذا نمنع نفسنا من من استخدامها ولماذا اقوم انا بالوقت اللي ياخذ من طب احنا زمان قبل يعني زمان قبل سنه او سنتين فقط صار الان زمان هل كل فينا يستخدم جوجل إذا جيت أنا مثلا أحضر حلقة لتأمل معي أو أحضر محاضرة سواء محاضرة للجمهور العام أو محاضرة في الجامعة أو غيرها أستخدم جوجل بالتأكيد أستخدم جوجل مئات المرات ويعني فيها عيب لا بالعكس أنه أنت لازم تبحث عن المراجع وتبحث عن المادة وتستفيد منها وتقراها وتعلم وتختار وتحط هذه وتلخص طب الآن إذا عندي أنا أدوات اللي تذهب أبعد من ذلك يعني تاتي الى الماده المعلوماتيه الموجوده وتلخص لي اياها في عناصر عوض ان تعطيني روابط تعطيني الان عناصر لكن الان انه المهم جدا ان نبين للناس انه استخدام الشات جي بي تي وغيره مش معناه انه انا احول الشغل والوظيفه الى شات جي بي تي وانا خلاص يعني اسحب إيديه لا يعني يكون عمليه تعاونيه تفاعليه انك انت توظف ذهنك وتوظف معلومتك، كما قلت يا ما مرات بيعطيني معلومات يعني اتاكد انا يعني فورا انها غير صحيحه، غير صحيحه، فينتبه الانسان ولكن الاستفاده منها بالتاكيد استفاده عظيمه جدا ونعتقد انه احنا دخلنا في عصر جديد وما آتي يعني اعظم هل الذكاء الاصطناعي دكتور يعني قدرات تنبؤيه للمستقبل ولا لا؟ التنبؤية مش من باب انه يعني ما الذي سيحدث مثلا في 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 العالم هذه السنه 2024 او 2025 او نتائج الانتخابات اللي ستحدث وكذا مش من مش من هذا الباب، من باب انه التطورات الممكنه، يعني ممكن تقول له انت طيب هل ممكن يعني افكار حول مثلا تطبيقات اقمار صناعيه غير موجوده الان ولكن يمكن لو طورنا التكنولوجيا نصل اليها فهو يساعد ايضا يقول لك آه اذا كما قلت يعني مثلا الكوبايلوت قلت في عنده قدره كرييتيف يعني في طريقه لتقديم المعلومات تكون ابداعيه اكثر يعني في هذه الحاله يعني اعطي لنفسك العنان يعني اعطي لنفسك الحريه للابتكار لا تلتزم بالدقه اعطيني يعني افكار هكذا وان كانت يعني غير موجوده الان هي تصورات ابتكارات ابداعات فمن هذا من هذا الباب في ملاحظه دكتور على الذكاء الاصطناعي ان الاشخاص يقولون ان الذكاء الاصطناعي ما عنده ابداع انا شخصيا اشوف عنده ابداع اقول له اقترح لي الأسماء وهو يقترح لي اسماء فتشوف رايك دكتور بموضوع الابداع والكرياتيفيتي للذكاء الاصطناعي آه هذه فكره مهمه جدا وصارت عليها نقاشات كثيره دي. احنا اول ما صار الشات جي بي تي هذا عملنا احنا ندوه في جامعتنا كان اعتقد في شهر فبراير او مارس وكان لي شبه يعني حوار هكذا ديبيت شويه مع احد زملائنا اللي هو كمبيوتر ساينتست يقول لي لا هذا مش ابداع هذا هو قاعد يجيب كلمات وقاعد يركبها مع بعض قلت له بس ما لا تبقى انت فقط في الكلمات اللي هو بيركبها مع بعض هل هو انتج شيئا جديدا ما هو الابداع انت تنتج انت شيء جديد وقلنا حتى في الحلقات السابقه اللي عملناها حول الاسلام والعلم الحديث الى اخره ان الخلق نفسه حتى كلمه الخلق لا تعني الخلق من العدم احيانا يكون خلق من ماده موجوده او من عوامل موجوده فانت اذا جئت بشيء جديد من عوامل او ماده موجوده عندك غير متوفر فيها هذا الشيء الجديد فانت ابتكرت وانت ابدعت انك انت تاتي بشيء جديد يعني في عندنا حالات كثيره جدا انا ذكرت في البدايه شركه ديب مايند من اكبر انجازات ديب مايند برنامجين اللي هو الفا جو يسمى الفا جو وواحد يسمى الفا فولد وهذا ذكرتهما انا في برامج سابقه الفا جو هذا هو برنامج لعب لعبة الجو المعروفة في الصين وفي شرق آسيا وهي أعقد حتى من الشطرنج ببعيد في الشطرنج الذكاء الاصطناعي الان يغلب اكبر اللاعبين البشر خلاص بسهوله بسهوله من زمان من سنوات الان جو هذا منذ بضعه سنوات فقط تمكن لاول مره من الفوز على اكبر يعني بطل العالم في الجو وهو واحد كوري نسيت اسمه ف ومش فقط انه تمكن من الفوز عليه انه في خلال المباراه اللي كانت اعتقد سته او سبع مباريات وفاز عليه اعتقد خمسه واحد او شيء هكذا فإحدى المباريات يعني خرج بحركة أكد في اللوحة اللي كل المتابعين نظروا إليها قالوا من طلعت هذه؟ ما شفناها في في تاريخنا يعني تصور أنت لعبة معقدة أكثر من الشطرنج وهذا الذكاء الاصطناعي طلع بإبداع في هذه الحالة فهذا مش إبداع هذا كرياتيفيتي أوف كورس أكثر من هذا تقول يا طيب هذه لعبة ووجد حركة هكذا أوكي كأنه واحد يلعب كرة قدم وعمل حركة أوكي إبداع سميها إبداع لكن مش هذا الشيء المهم جدا أهم من هذا بكثير أنه قبل حوالي سنتين شركة ديب مايند هذه ابتكرت لنا برنامج يسمى ألفا فولد ألفا فولد هذا حل مشكلة عويصة في العلوم اللي هي طي البروتينات فولدينج اوف بروتينز لذلك سميها الفا فولد فولدينج اوف بروتينز كيف ناتي احنا الى امينو اسيد وتطبق تنطبق على نفسها بحيث ان تعطي بروتين هذا البروتين مهم جدا لانه له وظيفه حيويه بيولوجيه هذه لم يحلها العلماء الى تقريبا اليوم وجاء الذكاء الاصطناعي ووجد لها حلا وصار يقول هذه سسرة الطويله جدا من الامينو اسيد طبقها بهذه الطريقه تعطيك بروتين مفيد، طبقها بهذه الطريقه تعطيك بروتين مفيد، طب هذا مش ابداع هذا هذا مش فقط ابداع، مم. هذا حل مشكله علميه عويصه عظيمه جدا من اكبر المشاكل في في البيولوجيا وفي علم الاحياء، فهناك ابداع بالتاكيد ولكن وان كان احيانا ابداع بطرق مختلفه. ان شاء الله في الحلقه القادمه راح نتكلم في تطبيقات اكثر حول الذكاء الاصطناعي، بس سؤال اخير دكتور، شو هو الحاجز او شو اللي يمنع الاشخاص من استخدام هذه الادوات مع انها متوفره ومتوفره بشكل مجاني في كثير من الاحيان، فشو اللي يمنع او كيف نكسر الحاجز ان نبدا نستخدم هذه التطبيقات؟ اعتقد احيانا ممكن الحاجز هو الحاجز اللغوي، كثير من هذه البرامج تنطلق على الاقل في البدايه باللغه الانجليزيه، سرعان ما تنفتح على اللغات الاخرى، كما قلت باللغه العربيه تجدها ضعيفه معظمها جلها. وبالتالي ممكن يحاول يحاول يطبقها شو. جربنا احنا قبل شويه الباي هذا ويعني عقدنا شويه وتعبنا وسكرناه وخلاص ازعجني هذا ولو انه باللغه الانجليزيه سلس جدا وسهل ويجيبني بالاطاله وكل شيء فيحاول الانسان بشكل بسيط جدا تشات جي بي ما في اسهل منه وغيره حتى الكوبايلوت الجيميناي وكذا ادخل انت على جوجل اكتب تشات جي او جيميناي بيفتح لك آه، الآن صار جي بي تي حتى ما تحتاج تسجيل طب لازم تسجل أنت بالإيميل بيرسلك وتفتح الآن ما تحتاج تسجل يلا مفتوح أمامك أبدأ أنت اسأله ما تريد اسأله آه، كيف حالك يا جي بي تي آه، ساعدني أنا أحب أعمل جولة اليوم أنا ما عندي شيء أعمله ممكن تقترح علي بعض الأنشطة ويقول لك هو طيب أنت كم عمرك وما الأشياء التي تفضلها تحب تخرج برا ولا تحب تعمل أنشطة في البيت تحب أنت تتفرج على أشياء فيديو ولا تحب أنشطة أكثر منها يعني حركية وكذا فتفاعل معه م. أعمله كأنه صديق افتراضي هكذا تسأله ويجيبك عجبك أوكي ما عجبك الأفضل يعني الأهم من هذه الأدوات في هذه الأدوات أنك أنت توجهه أنك أنت وتعدل وتقول لا لا, لا. ما قصدت أنا هذا نقصت كذا وكذا لا أعطيني أكثر من هذا الباب لا خليك من هذه لا أنا ما مش هذا فهكذا نكسر الحجز أظن دكتور الحاجز الأساسي هو التجربة الأشخاص نعم. تخاف تجرب نعم. يعني الواحد راح بس صرف عشر دقائق من وقته وجرب شوي شوي راح يكسر الحاجز حلو. هذا وتكون مثل ما يقولوا سكند نيتشر وكلما استخدمناها بالمناسبه كلما تستفيد هي مم. وتطور تصير افضل وبما في ذلك باللغات المختلفه، يعني انا هذا باي هذا حتى هذه التجربه بتاع دقائق ولو انه انا عملت معه اكثر من مره باللغه العربيه لذلك اعرف انه هو ضعيف شويه باللغه العربيه، هو يستفيد يسجل كل هذا ويعرف انه اه انا لما جاوبته ما عجبه نضال، آه قال لي لا انا قصدت كذا، فهو هذه بتساعد على التحسين. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. شكرا لكم على المتابعه اذا استفدتم من هذه الحلقه شاهدوا الحلقات السابقه وايضا اللاحقه عن الذكاء الاصطناعي واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات